احتفلت بطريركية الروم الأرثوذكس بإعادة افتتاح كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانا للروم الأرثوذكس بالقاهرة بعد ترميمها، وذلك يوم السبت الموافق 28 من سبتمبر الماضي بالتعاون مع سفارة اليونان بمصر. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس. شارك في الاحتفال نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل لأسقف عام كنائس حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر. نتابع. احتفلت بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية صباح يوم السبت الماضي خلال صلاة قداس ترأسه البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بإعادة افتتاح كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانا بالقاهرة بعد ترميمها، وذلك بالتعاون مع سفارة اليونان بمصر وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والدكتور خالد العناني وزير الآثار وممثل عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كنيسة دي عمرها أكثر من 105 سنة وهي بتخدم الجالية اليونانية، العلاقات بيننا وبين اليونان بترجع لمئات السنين قبل الميلاد، وإحنا سعداء النهاردة بالعلاقات السياسية المتميزة بين بلاد مصر واليونان والأبرس، وكنت حريص في كلمتي أن أنا أوجه رسالة لكل مسيحي العالم أنهم يجوا يقيموا شعائرهم في مصر، سواء من مصر، من اليونان، من أبرس، من أي دولة في العالم. مصر بلد الأمن والأمان، مصر هي البلد اللي جت فيها العائلة المقدسة بركتها أكتر من 3.5 سنين. الشعور في لحظات وممكن نقول ساعات وأيام في حياة كل إنسان إنه بيحس إحساس مختلف جدا، إحساس بين الفخر وبين العاطفة طبعا، لأن إحنا اسمحوا لي هنا أعمل حاجة مهمة جدا، إن ودي مهمة لنا إحنا كيونانيين في مصر، سمونا المصروية، فهنا إحنا من تالت جيل، من قبل تالت جيل عمرنا ما حسينا إن إحنا هنا يعني في بلد غريبة. لسه هنا بقالها حوالي 110 سنة، كانت متعرضة لمية كتير جدا من المية الجوفية في الأرض، والكلام ده سبب ان المية دي تبوظ الجسم الكنيسة نفسه كمنشأ، والبياض ابتدى يقع والرخام ابتدى يتلف، والهيكل الإنشائي بتاع الكنيسة نفسه كان من جوه ستيل حديد، وابتدى بقى المية تاكل الحديد ده وتبتدي تعمل فيه صدى كتير، عمل شروخ في جسم الأعمدة والحوائط والكنيسة ككل. الكنيسة اللي احنا متواجدين فيها النهاردة هي كنيسة القديسين قسطنطين وهيلينا، هي كنيسة تملكها الجمعية اليونانية بالقاهرة، وهي الكاتدرائية اليونانية بمدينة القاهرة، فهي أكبر كنيسة فيهم كلهم. طبعا ده حدث سعيد جدا لينا، لأنه زي ما حضرتك متفاهم أنه الجمعية اليونانية بالقاهرة اللي أنا بتشرف أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة هي اللي أشرفت وتحملت كل عمليات التجديد، وإحنا بنتكلم على تجديد كامل وإحلال وتجديد للكنيسة بالكامل. هذه الكنيسة انشئت عام 1914، ساعتها عن طريق تبرع سخي من رئيس الجمعية اليونانية حينئذ اللي هو تساناكليس، اللي هو زي ما نقول جاناكليس حتى اسم النبيذ اللي موجود في مصر، تبرع ساعتها ب 30,000 جنيه استرليني لبناء هذا الصرح. أول عملية ترميم هي اللي ابتدت من سنتين، واللي بمشيئة الرب اكتملت النهاردة وبنفتتح الكنيسة. قام البابا ثيودوروس الثاني والمطارنة والكهنة خلال القداس الإلهي بعمل دورة حول الكنيسة أعقبوا طقس الافتتاح، حيث قام بالطرق 3 مرات على باب الكنيسة وتلاوة الآيتين 7 و8 من المزمور 24 في طقس أقرب لتمثيلية عيد القيامة المجيد. تعود أهمية تلك الكنيسة إلى كونها رمز للمجتمع اليوناني بمصر، فضلا عن كونها أثرية، حيث تأسست عام 1914 في فترة مقاربة لتأسيس الجمعية اليونانية بالقاهرة، وهي ليست مهمة بالنسبة للمجتمع اليوناني في مصر فقط بل في سائر أفريقيا.
كنيسة أثرية تبلغ من العمر أكثر من 100 عام تابعة لطائفة الروم الأرثوذكس، واليوم يعد افتتاحها بعد عملية ترميم دقيقة في حفل افتتاح مميز حضره وزير الآثار والسفير اليوناني وممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر الشريف وبالتأكيد الجالية اليونانية، اللي أكدوا عن سعادتهم البالغة بإعادة الكنيسة مرة أخرى لما كانت عليه. من كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا برمسيس كامل يوسف، سي تي في.